يا سلام. تفضل ابو علي. الشيخ سليمان في شائعه ظاهره زادت عندنا اللي هو الحسد. اعوذ بالله. الحسد فعلا الحسد يعني مثلا يشوفون له واحد الان واحد يعني كان ربي يعني ما هو من على قده على قد حاله وصار اكبر من حاله وفجاه يشوفون يعني ربي انعم عليه ويكون ماشي مع عمه مع اخوه مع ابوه يقول السلام عليكم ويمر من عنده فيقول له شايف ذا والله كنت ابشر عليه في البوفيه كنت ايش؟ كنت اعطيه في البوفيه ابشر عليه البوفيه ابشر عليه يعني انك تفرح ما كان عنده شيء شوف حتى سلامها بكبره فولدنا علي فاغتابه يعني حاسده منين جاء هذا؟ من الله سبحانه وتعالى لا انا جوابك صحيح 100% هذا عشان كذا انا سمعت الشيخ مقطع وسمعت مقاطع كثيره انه اول اضرار الحاسد على الشخص نفسه انه اعترض على قضاء الله وقدره سبحان الله ولذلك الله عاتب اليهود وذكرهم في سوره النساء قال ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله ايش من فضل فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما ملكا عظيما كيف تعترض ولذلك اول معصيتين عصي الله على ارضي اول معصيتين معصيتين ايش الكبر والحسد من اللي حسد قابيل حسد قابيل قربا قربانا فتقبل من احدهم ولم يتقبل من الاخر قال ايش لاقتلنك شوف حسد اخوه واخوه يوسف حسد يوسف اخوهم على ايش على حب وتبولة على ابوهم يوسف واخوه احب الى ابينا منا واليهود اقسم بالله العظيم شفني على مباشره انهم يعرفون ان محمد صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون ابنائهم قال تعالى الذين اتيناهم الكتاب منهم الذين الكتاب يهود والنصارى يعرفونه كما يعرفون ابنائهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون لانهم جمعوا في المدينه يبغون النبوه تطلع فيهم وجاهم خبر انه ترى النبوه ستاتي في المدينه فجوا في المدينه بني قينقاع وبني النضير وبني فتفاجئوا ان اللي جاته النبوه منه محمد صلى الله عليه وسلم فحسدوه هل حسد ذا ضرهم ولا ما ضرهم؟ ضرهم من ألعن خلق الله لا اله الا الله وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا صارت فيهم صفات نسأل الله سبحانه فالحسد دي صفه خطيره في الانسان وانا سمعت من صالح بن عبد الله بن حميد كلمه ليت تقطع ذي ان شاء الله يجزاه خير دروس الفجر قال اقوى علاج الحسد لكل من يسمعنا الان في الدرس درس الحرم والله اذكره عمره يمكن 11 قبل كم سنه يا شباب انتم جايين في الرياضيات 31 سنه 31 سنه يقول ابن حميد اقوى علاج لحسد اعطاك الله اياه الرسول تقوله في الصباح المساء ويذهب عنك الحسد انا طوالي شربت اذني حتى احفظ ما يقول الشيخ قال قال صلى الله عليه وسلم اذا اصبح العبد فقال اللهم اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك هذا هو الحسد نعم بعض الحريم الان وبعض الرجال زي كذا مسرع اهملت توها معرسه اي والله اي والله صحيح يطيح بالشهر السادس اي والله صح لما اي والله وانت ايش دخلك يا اختي لا اله الا الله بنت اخوي لها سنتين معرسه وهذه الثالثه دخلت الرابعه ما احملت وذي لا اله الا الله وش ماكلة ذي لا اله الا الله صدقون من ليله عرسه احملت هي معرسه بمحرم ولا احنا في شهر تسعه لا اله الا الله دخلت يا سلام لا اله الا ورجال مثل ذا طفرانه عارفه يا اخوي اي والله عارفه اي والله ما ادري منين جت لها المزرعه يا اخوي والله عارفه ما لكن تدري هذا اللي يقولون عليهم العباره وش يقولون عباره من اين لك هذا؟ يا اخي يمكن الله جاب له رزق ما تدري عنه يمكن مثلي راعي الشبع يوم جتني انا من اللي جابها لي؟ الله سبحانه وتعالى قالك طفي علي ومن اللي اعطى؟ طفي بس جعل منه هذا الرجل اللي عند الباب يسلم علي لو تاخرت انا خمس دقائق ما شفته ولو تاخر خمس دقائق بس شفناه عند باب المعرض سلم علي وحبني وباسني وحبيت راسه وكرمته جاء اعطاني السياره هديه من اللي اعطى؟ الله سبحانه وتعالى نالك الشبع اخس ايش يقول عندكم مكه عندنا المقدسين مثلا يقولوا اخس انتم ايش يقول عندكم شايف شيء عليه؟ يهو منين لك هذا؟ منين لك هذا؟ هذا حاسد مثقف شيخ سليمان من فين جتك هذه؟ من فين جتك هذه؟ ايوه فاقول نصيحه تفضل